افتتاح أول كلية للفنون بجامعة الملك سعود بالرياض. يا ساتر، ترى أنا ما كنت أدري أنه ما في أصلاً كلية فنون، فانصدمت أولاً أنه في كلية فنون لأول مرة، ثانياً انبسطت في هذا الخبر. أعطينا تفاصيله نواف. شوف، أول شيء مجلس شؤون الجامعات السعودية اعتمد إنشاء كلية الفنون في جامعة الملك في جامعة الملك سعود، ترى بعد يومين لما أعلنت جامعة الإمام إنشاء بكالوريوس للسينما والمسرح. يا أخي مرة ممتاز. اليوم أنا ممثل، أنا مثلاً مهتم بالأزياء، أبغى شهادة، مرة ممتاز. ليش مضطر أسافر أطلع برا عشان أدرس؟ مرة أو ممتاز. أروح أدرس أقرب تخصص مثل الإعلام؟ لا، الإعلام شيء والتمثيل مثلاً والأفلام شيء آخر. وترى الشباب السعودي والشابات السعوديين ترى أبدعوا في موضوع السينما والمسرح والفنون. صح. وهذا لسه احنا ما عندنا كليه بدون الفنون. ما شاء الله، شكرا. أيوه. فالان فما شكرا. بالك لما يصير عندنا جيل صغير قاعدين نأهله ونهيئه لهذه. وتدري الاجمل من كل هذا وشو؟ انه بالتعاون مع وزاره الثقافه، واحنا نعرف كيف راح تكون مستوى هذه الكليه لما تدخل وزاره الثقافه معنا. وزاره الثقافه ما تدخل في شيء الا تزين. طبعا عميده الكليه الدكتوره منى المالكي، انت ايش رايك بهذا الخبر كونك انت ممثله اليوم؟ انا جدا سعيده، وعندك مسلسلات في رمضان. جدا سعيده بهذا الخبر.